السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا، اليوم رح نحكي عن مبادرة قديمة بلشت مع بداية الثورة، انطلقت من حلب على إيد عدد من الأطباء السوريين. هالمبادرة كانت لكل السوريين مو لفئة محددة، واللي وقعوها بالبداية كانوا 200 طبيب، انضم إلهم بعد الإعلان عنا حوالي 450 طبيب. بتتلخص هالمبادرة برغبة المدنيين السوريين بالعمل المدني وتجنب الدمار، بس للأسف النظام كان مصر على تطبيق شعار الأسد أو نحرق البلد. عم نحكي اليوم عن هالمبادرة لأنها بتستحق الحديث عنها والتذكير فيها كحالة واعية بتتعلق ببلد وشعب كامل. المبادرة حملت اسم مبادرة أطباء تحت القسم، وتوقعت بتاريخ 29 آب 2011. نص المبادرة حرفيا كان كالتالي: نحن الأطباء الموقعين على هذه المبادرة نؤكد بمعزل عن أي خلفية سياسية أو دينية أو حزبية أننا محتفظون بهويتنا الوطنية وإنسانيتنا وشرفنا المهني، ملتزمون بقسمنا الطبي وما يعنيه من انتماء وطني يرى في الإنسان قيمة مطلقة بوصفه أحد أهم ثروات الوطن، وإيمانا منا بوحدة سوريا شعبا وأرضا، وانطلاقا من مواد الدستور والقانون السوري ومواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وقعت عليه الحكومة السورية، واعتمادا على اتفاقية جنيف الأولى عام 1949 وقد صادقت عليها الحكومة السورية، ولا سيما المادة 24 التي تتضمن وجوب معالجة الجرحى والمصابين في الحروب والاضطرابات الداخلية بمعزل عن انتمائهم الإثني أو السياسي أو الديني، واعتمادا على الملحق الأول لاتفاقية جنيف 1977 وعلى الملحق الثاني عام 1977، ولا سيما المادة العاشرة القاضية بحماية الأطباء والمسعفين وعدم تعرضهم للاعتقال أو المحاسبة عند قيامهم بإسعاف ومعالجة أي مصاب أثناء الاضطرابات أيا كانت الجهة التي ينتمي إليها المصاب، فإننا نؤكد بكل وضوح على ما يلي: أولاً، لقد قام العديد من زملائنا الأطباء أثناء الأزمة التي تمر بها سوريا بتلبية نداء الواجب بإسعاف العديد من المصابين إنقاذاً لحياتهم، غير مفرقين بين معارض أو مؤيد، معبرين بذلك عن إيمانهم العميق بقيمة الإنسان الجوهرية كقيمة عليا. ثانياً، لقد جرى تداول معلومات عبر عدة تقاطعات عن الطلب من بعض المشافي الخاصة في العديد من المدن والبلدات عدم استقبال الجرحى والمصابين نتيجة التظاهرات، وتعرض بعض الأطباء للاعتقال أو التهديد من قبل بعض الجهات الأمنية أو المرتبطة بها بسبب قيامهم بواجبهم المهني، حالات خطف للجرحى ونقلهم إلى أماكن مجهولة، اضطرار بعض المصابين إلى اللجوء إلى أماكن سرية لتلقي العلاج أو الجراحة، وهذا يشكل خطرا حقيقيا على هؤلاء المصابين وامتهانا لقيمتهم الإنسانية وانتهاكا صريحا لممارسة مهنة الطب التي تحتم على ممارسيها أن يتبع أفضل السبل فيما يفيد المرضى كما جاء في القسم الطبي. ثالثا، لذلك وعلى ضوء ما سبق فإننا نحدد النقاط التالية: ضرورة توثيق هذه المعلومات بعد التأكد منها وجمعها لعرضها على القضاء العادل والنزيه لاحقا. لا يجوز اعتقال أو تهديد أي طبيب أو مسعف قام بعمله الإنساني بإسعاف أي مصاب مهما كان انتماؤه، معارضا كان أم مؤيدا. لا يجوز توقيف أي طبيب إلا بموجب مذكرة قضائية وبحضور ممثل عن نقابة الأطباء، وخصوصا بعد أن تم إيقاف العمل بقانون الطوارئ بمرسوم جمهوري، ونطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين أو إحالتهم إلى القضاء العادل. عدم تعذيب أي طبيب في حال توقيفه وتطبيق أحكام القانون عليه وعدم تجاوزها انطلاقا من حيادية الطب بوصفه مهنة إنسانية. نؤكد على ضرورة توفير كل الظروف المواتية لقيام الطبيب بعمله على أكمل وجه، وتأمين كل مستلزمات المعالجة والإسعاف بما فيها أكياس الدم.
رابعاً، إننا بصفتنا أطباء سوريين حريصون على كل قطرة دم تهدر في ترابنا الوطني ونرى فيها خسارة لا تعوض. كان يجب استثمارها في معركتنا الوطنية التحريرية وفي معركة البناء للوصول إلى المجتمع الديمقراطي الحر المتوازن وفي التنمية والصحة والتعليم. إننا إذ نذكر أن ما جاء في القسم الطبي الذي يقسمه كل الأطباء في سوريا يوم بداية حياتهم المهنية على أن يظلوا أوفياء لواجب المهنة وألا يسمحوا للخوف بأن يدفعهم إلى الفرار من الواجب، فإننا نؤكد احترامنا لجميع مكونات المجتمع السوري بوصفه مجتمعا غنيا بالكفاءات والإمكانات والطاقات البشرية التي تضمن انتقاله بكل تصميم نحو دولة مدنية العادلة، نحو سوريا واحدة قوية بأبنائها، مستقرة على قيم العدل، متطلعة إلى مستقبل مشرق. هذا كان نص إعلان المبادرة. اليوم نحن عم نتذكر نظرا لأهمية اللي إجا فيها بالعمل المدني يلي للأسف واجه ولسه عم يواجه كتير من التحديات. إذا بتعرفوا مبادرات سورية من هالنوع فيكن تشاركونا وتحكونا عنها من خلال التواصل معنا عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داود، لنحكي عن مبادرات أنفية السوريين للسوريين.